أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج رأيكم. سنرى اليوم رأي المواطنين في جهود مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة في محاربة التلاعب بأسعار المنتجات، لنتابع معا. أنا أول شيء نحيي خاصة وزارة التجارة وترقية الصادرات، لأن أول شيء اللي هي المسؤولة الأولى المخولة باسم الدولة الجزائرية لكي تنظم هنا السوق. كاين قوانين اللي هي القانون فوق الجميع. لو تشوفي سنواتها كل ما يمر الصيف إلا ويجيبوا لنا موضوع جديد، خاصة هذه السنة الآونة الأخيرة في الصيف. تخيلي معي مكيفات سبحان الله لحقت 17 مليون 14 مليون، وكأنك زيت شوية عبارة عن معها زيت شوية وتزوج ودير دار. مكيف كهرباء أصبح موضوع الساحة، خاصة كان ناس أصحاء ناس كبار مزمنين ما يقدرش يعيش، مش ما يقدرش، هي الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى. لكن مكيفات أصبحت من ضروريات الحياة، أصبح حتى الآن يتاجر فيها. شرايع السلطات العليا في البلاد خاصة الوزارة لما تراقب رايع المراقبة، احنا عاوزين ما بعد المراقبة اللي هي السلطة تلعب دور، زائد بصفتنا كمجتمع مدني، زائد المواطنين تكون عندها رسالة، وإحنا كعبارة عن مسلمين مشي نستغلوا أوضاع كما هذا، نستثمر فيها ونساعده ونرفقه، لأن هذا هو التاجر الصادق. تحب تكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني خفف من الأسعار، خفف من، ما قلناش ما تربحش، تربح لكن الشيء البسيط، لأنها في الأخير عندنا حياة دنيا وحياة أخروية. طيب انا قلت لك عند الهيئه الوصيه اللي هي وزاره التجاره وترقيه الصادرات، شرايع تكون مراقبه، لكن مراقبه واحده ما تكفيش، تكفي كذلك التحسيس اللي هي دور المجتمع المدني، كذلك المواطن. المواطن انا ببساطه لما تشوف سلعه كبيره غاليه خليها واحد على الطريقه الاوروبيه، خليها واحده ترخص. انا مش 17 مليون مكيف كمكيف 17 مليون كل الناس تتهاتف عليه، خلي كاين سلطات مليح تتخذ الاجراء المراقبه. الشيء الرائع لو نزيد نكملوا اللي هو المجتمع المدني ونزيدوا كمواطنين تحسيس ثم التحسيس، في الاخير كلنا خدمه واحده اللي هي الصحه العموميه، لا نتاجر بها، نسير رافق بها ونصنع مجتمع واعي عن طريق اعلام رائع كما الاعلام تاعك. لان المسلم اخو المسلم ما يضروش، كيف دوك الانسان زوالي وعنده كليماتيزور اون بان باش يخدموا بامبري كبير، وباش يشري مستحيل انه يشري واحد موظف وثاني يشري مكيف ويبروفيتيو المكيف اللي كان ب 10 يولي ب 14، مين الزوالي مين راح يشري؟ فهمت؟ دونك الافضل انهم يخافوا ربي ويخموا على المواطن هذا الزوالي، وحتى هما هذا الاحتكار اللي يديروه الانتهازيه ما يروحوش بعيد بها. شوف والله وزارة التجارة يعني حتى ولو يديروا هادشي ماهيش سهلة، باسكو لازم فرق أكثر وإمكانيات أكثر. هادو الأعوان تاني ما تنسيش حتى هما يتلقاو مشاكل، وقادر وين نعرف أنا وين أعوان تلقاو يعني عنف من طرف التجار هادو، فهمت؟ دونك الأعوان يربي يكون معاهم وهذا الشيء يعني نشجعوه، فهمت؟ ولكن لازم يعطون امكانيات اكثر. الفرق هذو اللي انشاتهم وزاره التجاره لمراقبه الاسعار ومراقبه الجوده ومراقبه الاحتكار، احنا نقولوا شيء جيد، ولكن شوفي احنا نعاودوا نروحوا ونعاودوا نولوا القاعده الاولى اللي هي الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك التاجر الصادق في منزله النبيين والصديقين. يتسمى الانسان اذا كان يتاجر وكان صادق في التجاره تاعو تكون عنده منزله كبيره. علاش؟ يتسمى الناس دوكا راهي شغل الشيطان يواسيهم يحرضهم على باش يدوا فوائد اكثر ويغتنموا الفرصه ويزيروا الناس. وثاني كذلك كاين قاعده احنا لازم كمستهلكين او كشعب لازم نستعملوها كذلك في الدين، ارخصوها بالترك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لك ارخصوها بالترك، اذا غلت البضاعه نرخصها بالترك، الانسان يترك هذا البضاعه ونولوا نظريه اقتصاديه تاع كثره العرض وقله الطلب. احنا كي نولوا ما نطلبوش هذيك الحاجه يكثر العرض تاعها، لابد عليه التاجر هذا يهبط في الاثمان تاعو. واش نقولوا؟ نقولوا احنا لازم المواطن يكون واعي من التاجر الصغير حتى التاجر الكبير حتى المستهلك، ويطبقوا اي نظريه يا حاجه زادت انا ما نشريهاش، ما غير تكون لازمه ماشي لازمه كيما الهواء او كيما الماء ولا نورمال. نقولوا للناس هادو ثاني اللي داروا الشيء هذا ان شاء الله ربي يهديهم، ولازم الدوله تضرب بيد من حديد، لازم تدير اجراءات ردعيه، لازم اللي يحكموه يخلص، لازم اجراءات ردعيه، ما يكونش تسامح في الامور هذه، لانه المواطن البسيط هذا ما عندوش يعني راهو من عامه الناس. لازم الدوله تراقب وتضرب بيد من حديد، ولازم المواطن يكون واعي.
أعواننا يعني شفناهم مؤخرا يعني راهم يقوموا بالواجب تاعهم، راهم يدخلوا المحلات ويراقبوا في الأسعار ولا في النظافة تاع المحلات وتاع الأكل الساري هذايا. أنا نشوف فيهم يديروا مجهودات يعني جبارة في هذا الميدان هذا، ونتمنى لهم يعني كل توفيق إن شاء الله ينظموا يعني. يعطيك الصحة، شفناهم يعني أنا شخصيا كنت حنجيب واحد في هذا لقيته يعني ثمن باهظ، كان يعني ثلاث مرات يعني الثمن باهظ هذايا ما قدرتش يعني نشريه. مي مؤخرا سمعنا أنا نشوفوا في التلفازة باللي راهم يراقبوا وراهم ينظموا هذه الأسعار هذو، يعطيهم الصحة بارك الله فيهم. بالنسبة لضبط الأسعار لاحظنا أن الدولة قامت بجهد كبير، دارت قوانين ويعني دارت اللي عليها، ولكن بعض التجار ما نقولوش كامل، بعض التجار استغلوا الفرصه نتاع الغلاء هذا. اعوان المراقبه داروا يعني خرجات ميدانيه ووقفوا هذا الناس، نحيوهم. نعم، علاش انا كي نحب نشري كليماتيزور باش نديرو في داري باش يعني نستغل هذيك النسبة هذيك أنا وولادي، علاش تزيد عليا؟ عندك رقم نتاع فائدة مبينة، علاش الجشع هذا؟ علاش؟ يا أخي كاين قوانين، حنا رانا في دولة مؤسسات، دولة قوانين، دارت اللي عليها، يعني المراقبين اللي راهم يجوزوا في الميدان راهم يطبقوا القانون، ما راهمش يتعدوا على الناس. أنا واش راني نشوف؟ ما راهمش يتعدوا على الناس. يا أخي الكريم، عندك تمشي قانونيا خلاص، وإذا كان تتعدى على القانون فالقانون قانون يردعك، ما كاش خلاف. فأنا هذه نصيحة لإخواني التجار، كما يقولوا أنا تاجر، كما يقولوا اللي يحب ربح العام طويل، اللي يحب ربح العام طويل. على هذيك يا أخي الكريم ما تستغلش الفرصة، الناس اللي تستغل الفرصة في رمضان، الناس اللي تستغل الفرصة في العيد، الناس اللي تستغل الفرصة في الصيف. يا إخواني البركة في القليل، الناس يقولوا بكري البركة في القليل، تجيب هذاك المليون زايده، ومن بعد هذاك اللي يديه يفيق باللي راك زدت عليه يدعي لك دعوه، هذيك تجيبها دواوات ولا لا احنا نقولوا هكذا. على هذيك لازم علينا يعني نحافظوا بعضنا، وكذلك يعني نعاونوا بعضنا بهذا يعني بضبط الاسعار، وهذه هي باش نعيشوا كامل. واش هي الدنيا هذه؟ الدنيا هي مات، الا كان درت الخير يهضروا عليك بالخير، الا كان درت الشر مسكين راك مسكين. مشاهدينا، وبهذا نكون قد وصلنا لختام عددنا لنهار اليوم، نلتقي في فرص أخرى مع موضوع جديد. مع السلامة.